يعني انت ممكن تمسح الصور اللي انت خدتها من على موبايلي او انك تديها لي وخلاص وشكرا. هو يعني ايه ممكن هو هيمسحها؟ استني 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 ان شاء الله ما همسحها انا جاي اصلا عشان امسحها وخليك انت تمسحيها بنفسك. بس قصاد كل دوت انا عايز 2000 جنيه 2000 جنيه حضرتك اللي اديهم لك 2000 جنيه لا بقول لك ايه انا حوار الستر العادي ده كله ما ياكلش معايا انا ممكن امشي دلوقتي اهدي ايه ده انا اتصرف فيها بمعرفتي خلاص 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 الكلام خلاص الكلام الصور دلوقتي على تليفوننا بس ماشي على تليفوننا بس بكره الله اعلم هيبقى فين نعم هي صور في البيت بس قلت البحرحه بقى وكده فال انت مالك انت نعم عايز اقول لك ايه ده انت راجل مهذب انت مالك مال بسيط انت لا لا ما زمايلي ما فيش حاجه لا انا مش زمايله انا اديت الموبايل عشان بس صور على الفيديو عشان احنا لا نعرفك وانت جاي تستبدلنا ومعاك صور مفيش تردد ولا تفكير انت بتعدي البنت دي ليه هو فين بعد اذنك شوف بس لسه انا قاعد مع زمايلي لا انا مش ده انا عايز التليفون اللي عليه الصور دلوقتي ماليش دعوه انا قلت هاخد الصور انا هاخدها انا مضطر ادخل انا مضطر ادخل اوعى انا هتصور بقول لك طب اقعد كده بس كده بقول لك طب ايه انت بتعملي اول انا مش انا مش ماشي من غير ما اخد الصور على الموبايل قسما بالله فضي لك العظم اللي في دماغك انت وانت بص على ربنا تشكر على دماغي طلع تشكر على دماغي طلع بص جاي مستوى على بنات ما عندوش لا ام ولا اخت ولا امراه ما عندوش لا ومن هنا بدا الوضع يتغير انا حفظك وبتاعك كله طب وبعدين طيب خلاص شكرا خلصت الكلام اوب يا جدعان نعم عايز ايه بطاقتك فين لا طب عايز بطاقتك فين انت انت عايز تتعرف صح؟ انا عايز معاك انت عايز تتعرف؟ بريم طاقتك يا ابني بريم طاقتك ايه ده بس كده؟ بريم طاقتك سوء بس